السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الاول، كنا بنتكلم في كونسبت 2 3 عن اخر حاجه كلمناها في لسون 4 عن الفرق بين الميكتشر والكومباوندز. افتكرنا او نفتكر مع بعض ايه الفرق بين الميكتشر والكومباوندز. قلنا الاثنين بيتعملوا من 2 ديفرنت تايبس اوف بارتكلز على الاقل، ممكن اكتر، ولكن في الميكتشر البارتكلز دي دونت رياكت مع بعض، ما بيحصلش رياكشن، فبالتالي كل مطر كيب اتس بروبرتي في الميكشر، صح كده؟ دول مجرد ميكسد توجذر. انما في الكيميكال تشينج اللي هتحصل بقى في الكومباوند ده هيحصل رياكشن بين الكومبوننتس، صح كده؟ هتطلع نيو سبستنس. طبعا واندرسين المره دي هنتكلم على البروبرتيز اوف ميكشر. معلش الصفحه مقلوبه، ده بس يعني النسخه اللي جات لي، ده انا بشرح منها فيها صفحتين ثلاثه مقلوبين مش اكتر يعني. اوكي طيب، بروبرتيز اوف ميكتشر، بود ترو اور فولس. طيب احنا شايفين ايه قدامنا؟ انا شايف هنا هو قال لك اهو سولت اند بيبر. اوكي ده ماما، ده على فكره دريسنج اوف سلطه، ماما اكيد عندها الميكتشر ده بتحطه على السلطه، او بتحط ده لوحده وده لوحده، احنا ممكن نعمل الميكتشر ده بسهوله يعني. طيب ده ميكتشر ليه؟ لان ما حصلش رياكشن بين الكومبوننتس. انا اقدر يعني هتعب شويه صحيح، هفصل لك الوايت كلر ده لوحده اللي هو السولت، وافصل لك البلاك كلر ده لوحده اللي هو البيبر. يمكن الموضوع ياخد مني شويه وقت، بس الموضوع فيري ايزي يعني. بوت ترو اور فولس، ذا اوبوزيت بيكتشر دازنت شو ا ميكتشر. ليه؟ ما هو ميكتشر اهو، الكلام ده غلط، ما هو ميكتشر قدامك اهو، صح تمام. ذا بارتس ان ذا اوبوزيت بيكتشر كان بي سيبريتد، ايوه هنتعب شويه ولكن هنفصلهم يعني بسمبل واي يعني. اوكي تمام. يو هاف ليرند ذات ميكتشر ار فورمد اوف ميكسينج، ميكسينج مش اكتر من ميكسينج، نو كيميكال رياكشن هيحصل. ميكسينج تو سبستانس اور مور توجذر، صح كده؟ زي ما احنا عملنا ميكسينج بتو سبستانس كده مع بعض. طيب بروبرتيز اوف ميكتشر، ادام احنا عملنا ميكسينج لتو ديفرنت سبستانس وزود كيميكال رياكشن، يبقى البروبرتيز اوف ميكتشر ار ذا سم اوف ذا بروبرتيز اوف اتس كومبوننت. يعني لو جبنا شويه ووتر وحطينا فيها شويه سولت وعملنا دلوقتي ايه؟ سولت سوليوشن، صح كده؟ طيب ندوق الميه دي هتلاقي فيها طعم الميه العادي اللي انت متعود عليه. الميه على فكره هاز نو تيست يا شباب، الميه من احد مميزات الميه يعني انها نو تيست نو كلر نو اودر. اوكي المهم هتدوق طعم الميه العادي اللي انت متعود عليه اللي احنا اتفقنا ان هو نو تيست، وهتحس كمان بطعم السولت سوليوشن اللي انت حاطه، طعم السولت اللي انت حاطه موجود. اوكي يبقى البروبرتيز اوف ميكتشر عباره عن السم اوف بروبرتيز اوف اتس كومبوننت. ميكتشر ار ميد اوف تو اور مور سبستانس ذات ار فيزيكالي كومباين توجذر، هم بس ماسكين مع بعض فيزيكالي، انما انا اقدر بسمبل واي افصلهم لك، صح كده؟ ذات مين زي دونت رياكت، لو رياكت بقى كومباوندز يا شباب. اوكي اكزامبل، تعال نشوف اكزامبل. ذا ميكتشر اوف سولتي ووتر كونسيست اوف ووتر اند سولت، اهو ووتر وسولت، ويتش دازنت رياكت توجذر، ما عملوش رياكشن مع بعض. السبستانس دي انا اقدر افصلها لك بسهوله، يا اما بالفلتريشن يا اما بالايفابوريشن، يا اما تنقيهم كده ها باي لوك كده، اقعد نقي الابيض لوحده والاسود لوحده، صح كده؟ تمام. يبقى ذا سبستنس ذات فورم ميكتشر كان بي فيزيكالي سيبريتد، تمام كده، فروم اتش اذر باي سمبل واي، دي حاجات بسيطه جدا اللي احنا بنعملها، ساتش از فلتريشن بروسيس وساتش از ايفابوريشن بروسيس. تعال ناخد اكزامبل، وي كان سيبريت the parts of mixture of sand and water. لو عندك mixture of sand and water، طب ما نعمل له filtration process عشان الووتر هتعدي بالفلتر بيبر والساند مش هيعدي، عشان دي small size particles ودي large size particles، صح كده؟ by using filtration process. طيب ممكن نعمل mixture من solids، وممكن نعمل mixture من liquid، وممكن نعمل mixture من gases، وممكن نعمل mixture من solid في liquid وgases في liquid. gases في liquid زي ايه يا شباب؟ زي الصودا درينك اللي احنا بنشربها، البيبسي والمريندا والحاجات دي، ما دي عباره عن كربون دايكسيد، هي الصودا دايبه في الليكويد، صح كده؟ اديني اكزامبل اقول لك حاضر. ميكتشر اوف اويل اند ووتر، ما هو اويل ده ليكويد ووتر ده ليكويد، اهو كونسيست اوف تو ليكويد ماتر ميكسد توجذر، يبقى ده ليكويد ليكويد ميكتشر. طب اديك اكزامبل تاني، سولت اند ايه؟ اند بلاك بيبر ده، طب ما ده سوليد وده سوليد، يبقى ده سوليد سوليد ميكتشر، اهو ميكتشر اوف سولت اند بيبر كونسيست اوف تو سوليد ماتيريال، ماشي ميكسد توجذر. طب ما الاير ده عباره عن شويه جازس، قلت منه 78% نيتروجين و 21% اكسجين، صح كده؟ والباقي تقريبا 1% عباره عن 0.03% كربون دايكسيد، والباقي ووتر فيبر اند اذر جازز. طب ما في شويه جازز هم موجودين، ميكتشر اوف جازز اهو، ماشي، اير از ا ميكتشر اوف سام جازز، صح كده؟ طيب تعالوا تشيك اور اندرستاندينج يا شباب، بوت ترو اور فولس، ذا سبستنس ذات ميك ميكتشر
رياكت كيميكالي، رياكت كيميكالي ما بقاش ميكشر بقى كومباوند، صح كده؟ ويز ايتش اذر طبعا غلط، نوت رياكت، دول بس ميكسد مع بعض. اوكي، ميكشر ار ميد اوف اونلي وان كايند اوف سبستانس، ده بقى بيور سبستانس. ميكشر على الاقل عندي تو ديفرنت سبستانس، اكتر ماشي، انما اقل حاجه تو ديفرنت سبستانس. اوكي، يبقى اونلي وان، لا الكلام ده غلط. طيب اير از نوت ا ميكشر، ليه؟ ما انا لسه قايل الاير في 78% نيتروجين، في 21% اكسجين، في كربون دايكسايد، في ووتر فيبر، صح كده؟ يبقى لا طبعا ميكشر اوف جازز. اوكي، وي كانت سيباريت، ما نقدرش نفصل كده ذا كومبوننت اوف ساند اند ووتر ميكشر، ما نقدرش نفصل الساند والووتر ميكشر، لا نقدر، وي كان. اوكي، طب كويس يا شباب ان الاربع اسئله كده الجواب غلط، عشان انا بلاقي بعض الشباب بقى فيكم ايه، احنا حلينا اول ثلاثة ترو يبقى لازم الرابع ده اكيد، سوري، حلينا اول ثلاثة فولس يبقى لازم اكيد الرابع ده ترو. شباب ممكن اجيب لك 10 اسئله تشوز ذا كوريكت انسر كل الاجابه، اجيب لك 10 ترو اور فولس، ال 10 رونج عادي جدا او ال 10 ترو، فبلاش نظريه المؤامره دي، ما دام الثلاثه الاولين غلط يبقى الرابعه صح. ها اوكي، طيب ما تيجي نشوف الفيزيكال تشينج، احنا متفقين من اول ان التشينج اللي هيحصل في المطر اي تشينج، يا اما فيزيكال، نقول بس الحته دي عشان نفتكرها مع بعض، يا اما فيزيكال تشينج يا اما كيميكال تشينج. ايه الفرق من فيزيكال تشينج وكيميكال تشينج؟ فيزيكال تشينج تشينج ان ذا شيب اونلي وزاوت تشينجينج ان بروبارتز، المطر زي ما هي ماشي، زي ما اعمل ميلتنج للايس، ما لما عملت ميلتنج للايس انا غيرت الشيب بس حولته لك لووتر، طب ما هو الايس والووتر نفس المطر، صح كده؟ تمام، زي كاتنج اوف بيبر، جبت ورقه كده ورحت قاصصها بالمقص كده وكده، طب ما انا وكده كمان، طب ما انا ما غيرتش في البيبر حاجه، هي ورقه، انا مجرد غيرت الشيب، بدل ما كانت ورقه واحده كده خليتها لك خمس ست حتت اهم، صح كده؟ يبقى الفيزيكال تشينج ده تشينج ان ذا شيب اونلي وزاوت تشينج ان ستراكشر، المطر زي ما هي، صح كده؟ امال الكيميكال تشينج بقى ده ايه؟ ده تشينج ان شيب اند ستراكشر، انت هتعمل نيو سبستنس، برودوسينج نيو سبستنس. اوكي، يبقى الكيميكال تشينج ده تشينج ان شيب اند ستراكشر، صح يا شباب؟ برودوسينج نيو سبستنس. اوكي، طيب ما تيجوا نشوف سم فيزيكال تشينجز كده ان اور لايف. على فكره انا هقول لكم اكزامبل بسيط جدا، فيزيكال تشينج احنا بنعمله في حياتنا اليوميه. انت قطعت ورقه، فيزيكال تشينج، انا كوائر رحت ربيت دقني، تمام كده؟ طب ما انا عملت فيزيكال تشينج في نفسي، ها؟ اوكي؟ انا كنت وائل قبل ما احلق، او انا ما عنديش دقن لما ربيت دقني، انا كل اللي عملته انا وائل برضه، ها؟ ما اتغيرتش، انا بس عملت فيزيكال تشينج، تشينج الشيب فقط لا غير، صح كده؟ يبقى فيزيكال تشينج ده طيب من التشينج ذات اوكير ان ديفرنت ماتيريال ساتش از اراوند اس، تمام كده؟ You have learned that the physical change the change في الشيب only هو is a change in matter shape without any change in the structure. مفيش الاستراكشر زي ما هو، المطر زي ما هي. Physical change don't form something new، ما عملتش حاجة جديدة، هو أنا لما قطعت الورقة عملت حاجة جديدة؟ هي نفس الورقة، لما عملت ميلتنج لحتة شوكليت بدل ما هي سوليد خليتها ليكويد، طب وأنا عملت حاجة جديدة؟ ما هي شوكليت برضه، صح كده؟ يبقى الفيزيكال تشينج ده ما عملتش سبستانس، بات زي بس هم كل اللي عملوه، بات زي كانت تشينج الشيب او تشينج السايز او تشينج الستيت اوف ماتر، كانت سوليد خليتها ليكويد، تشينج الشيب ورقه قطعتها لك اهي، تشينج السايز كانت ورقه كبيره خليتها لك حتت صغيره، صح كده؟ تعالوا ناخد اكزامبل اوف تشينجز ان اور لايف. هو هنا يعني لسه ما اعتبرش ان هو اداك كيميكال تشينج، فقال لك فيزيكال تشينج ونوت فيزيكال تشينج. الحقيقه احنا كمان شويه هناخد الكيميكال تشينج، فما فيش حاجه اسمها نوت فيزيكال، اسمها كيميكال. اوكي، هي نوت فيزيكال يعني كيميكال تشينج. تعالوا نشوف كده اكزامبل للفيزيكال تشينج وهو بيقول نوت فيزيكال تشينج، اللي كمان خطوتين هنقولها اهي، نفس خطوتين كده، خطوتين كده وهنرجع تاني. بصوا كده كيميكال تشينج، اللي مش فيزيكال يبقى كيميكال على طول. اوكي تمام، يبقى نرجع تاني للحته اللي احنا كنا فيها. تعالوا نشوف كده سام اكزامبل ان اور لايف، في حياتنا كلنا هنعترف دلوقتي بالكلام ده، الحاجات دي ممكن تكون فيزيكال تشينج وكيميكال تشينج. تعالى ناخد اكزامبل البيبر، الورقه اللي كلنا بنكتب فيها، صح كده؟ الورقه دي لو خدتها انت عملت لها مثلا كرمشتها كده ان ذا فورم اوف سفير، او كاتنج البيبر ده ان تو سمول بيسز، قطعت الورقه كده ل 10 حتت كده ولا حاجه، تمام؟ طب وانت كده عملت فيزيكال تشينج ولا كيميكال تشينج؟ قول لنفسك هي الورقه بقت حاجه ثانيه غير ورقه، لا فضلت ورقه زي ما هي، يبقى ده تشينج في الشيب بس، صح كده؟ يبقى ده فيزيكال تشينج. انما لما تيجي تعمل بيرننج للورقه والورقه
دي رياكت مع الفاير اللي انت شايفه ده، هتعمل لك نيو سبستنس، هتعمل لك بلاك اش ملوش اي علاقه بالورقه البيضاء الجميله اللي كانت معاك في الاول، صح كده؟ يبقى بيرنينج اوف بيبر فورمينج اش، ده كيميكال تشينج، ما قلنا مش هنقولها نوت فيزيكال، دي خلاص هي كيميكال تشينج، صح كده؟ دي بروديوس نيو سبستنس بقى، ما عنديش بيبر، ما حدش يقدر يقول انا عندي بيبر دلوقتي، انا عندي اش. طيب ان كوكينج، تعال نشوف كده في الاكل، في مجال الاكل بتاعنا، لو ماما قررت تعمل النهارده فروت سلطات او فيجيتابل سلطات، ماما عملت كده فيزيكال تشينج، دي جابت الطماطمايه قطعتها، جابت الخيارات قطعتها، هي الطماطمايه زي ما هي بالفيزيكال بروبرتيز بتاعتها، بلونها بطعمها بكل، صح كده؟ يبقى مجرد كده ميكينج سلطات ده فيزيكال تشينج، احنا بنتكلم في الفرق الفيزيكال والكيميكال اهو. كاتنج فيجيتابلز دونت ميك زم ديفرنت، هو ما غيرهمش في حاجه، انما قطعت الطماطم والخيار كده وعملتهم لك سلطه، هي ما غيرتش الطماطم والخيار في حاجه، ماشي؟ But they have the same taste، ليهم نفس التيست ونفس الكالر ونفس كل حاجه، تمام كده؟ With the same taste which changes in the size only، اوكي؟ With the change in the size only، الطماطمايه كانت كبيره كده، ماما قطعتها small pieces كده، صح؟ قطعتها لك حتت صغيره بس. انما in making bread او in making pizza او in making اي food بقى هيحصل فيه chemical reaction كده، خلينا في example البريد او البيتزا ده، ماشي؟ البيكر ميكس مين بقى؟ الراجل الخباز ده ميكس الفلاور الدقيق مع الووتر، ممكن شويه ميلك، شويه شوجر، شويه صورت، واهم حاجه يحط اليست فانجس الخميره دي، تمام؟ يحط بيكنج باودر، يحط اللي هو عايز يحطه بقى، زنه، بعد كده هيحطهم في الـ في الـ في الاوفن بقى او في الستوف في الفرن، ويطلعوا لي نيو برودكت، هيطلعوا بريد او بيتزا. ده هنا حصل كيميكال رياكشن، والمطر اللي كانت داخله دي كلها ما بقاش ليها وجود، بقى عملنا نيو سبستنس اسمها بريد هنا، صح كده؟ زين ذا بيكر بيكس زم بيسويهم يعني في البوتاجاز كده، ولا التست بتاعهم بقى، التست بتاع البريد الجديد ده از نوت لايك انجريديانت، التست ده ملوش علاقه بالفلاور، ملوش علاقه بالشوجر، ملوش علاقه بالووتر، ده تست جديد مختلف، علشان دي كيميكال سبستنس، عملنا نيو سبستنس جديده، حصل بين الحاجات دي كيميكال رياكشن وعملنا نيو سبستنس. لو خدت البريد ده وحبيت ترجعه تاني لفلاور ووتر وشوجر ويست، مش هتعرف ولا انا كمان، صح كده؟ طيب هو قال لي give reason ليه cutting of paper into small pieces، قطعت ورقه كده لسمول بيسز، ده يعتبر physical change، الاجابه ببساطه من غير ما نقرا، because it is a change in shape only without interaction between the ingredient، ما فيش اي new substance، ما فيش اي new substance اتعملت، صح كده؟ يبقى الاجابه because cutting of paper is a change in shape only without any change in structure، ما هي ورقه برضو، صح يا شباب؟ الموضوع سهل. طيب ناخد بالنا بقى من حاجه كده، ميلتنج ده فيزيكالي تشينج، صح؟ ميلتنج اوف اي حاجه، ميلتنج اوف ايس، ميلتنج اوف واكس، ميلتنج اوف شوكليت، ميلتنج اوف اي حاجه از فيزيكالي تشينج، صح كده؟ انما لو جبت حاجه بالذات ايرن اي ميتال كده بيحصل له راستنج يا شباب، بس بالذات الايرن، لو الميتال، بص الشوكه دي شكلها حلو ازاي، بص بقى الشوكه دي حصل لها راستنج، الشوكه تفاعلت مع الاكسجين والووتر اللي موجود في الاير، الووتر بيبر، وعملت راستنج، دي عملت كيميكال رياكشن، الشوكه دي مش هترجع تاني جديده ابدا، اوكي؟ تمام. وين سم ميتالز وبالذات ايرن يعني رياكت ويز اكسجين اند ووتر، زير لوز زير لاستر اند زير شايني، ما بقوش يلمعوا كده زي الاول. وذيس تشينج از نوت فيزيكال تشينج، ده كيميكال تشينج يا شباب، صح كده؟ كيميكال تشينج ده مش هيرجع تاني زي الاول. طب تعالوا كده تشيك اور اندرستاندينج، بوت ذا فولوينج تشينج ان ذا كوركت بليس ان ذا تيب، فيزيكال تشينج وبلاش نوت فيزيكال، دي قلنا هنقولها كمان دقيقه واحده، ها دي كيميكال تشينج، ايه مين فيهم اللي فيزيكال ومين فيهم اللي كيميكال؟ السؤال اللي هساله لنفسي دايما، فيزيكال تشينج ذا تشينج ان شيب اونلي، نو نيو سبستانس برودوس، انما كيميكال تشينج ذا تشينج في الشيب وفي الاستراكشر، ده لازم يكون في نيو سبستانس فورمينج، ايه؟ طيب عشان نسهل على نفسنا هنسمي دي نمبر 1 وهنسمي دي نمبر 2، وهروح اكتب على كل حاجه يا 1 يا 2، 1 لو هي فيزيكال تشينج، 2 لو هي كيميكال تشينج. طيب ام سوري يا شباب، ام سوري. طيب ميكينج فروت سلاد، ده كل اللي عملته ماما، قطعت شويه اورنج على شويه ابل، على ما عملتش اي حاجه ست فيها كيميكال تشينج، ده فيزيكال تشينج طبعا، فنحطه فيها نمبر 1. طيب ميلتنج ايس، قلنا ميلتنج هو مجرد تشينج في الشيب بس، فده يعتبر فيزيكال تشينج برضه نمبر 1. طيب بيرنينج اوف اي حاجه، ده كيميكال تشينج يا شباب، صح؟ ده هطلع حاجه ثانيه خالص، ده النيو برودكت هيطلع، فبيرنينج اوف كلوز ده يعتبر ايه؟
كيميكال تشينج، عشان كده حطيت لها نمبر 2. طب كاتنج بيس اوف كلوز، جبت مقص كده وقعدت تقطع بيس اوف كلوز قديمه عندك ولا حاجه، ها اوكي. كاتنج بيس اوف، كانك بتقول لي كاتنج بيس اوف بيبر، يبقى ده فيزيكال تشينج طبعا، نحط لها نمبر 1 صح كده. طيب لوزنج شايننج اوف ميتال، ده كده حصل راستنج، وراستنج يبقى كيميكال تشينج على طول يا شباب، فحط لها هنا نمبر 2 صح كده يا شباب اوكي. طب بوترو اوف ميلتنج اوف واكس، ميلتنج اوف اي حاجه في الدنيا يا شباب فيزيكال تشينج، ايه؟ لان المطر هتفضل زي ما هي، ما ميلتنج اوف واكس هيخليه بدل سوليد ليكويد ولكن برضه واكس صح كده. ميلتنج اوف واكس از نوت ا فيزيكال تشينج، لا ده فيزيكال تشينج صح كده، بيقول لي نوت، لا هو فيزيكال تشينج. طيب كاتنج، كاتنج اوف اي حاجه من غير ما نقرا ده، كاتنج ده فيزيكال ولا كيميكال تشينج؟ ده مجرد تشينج في الشيب بس، ده فيزيكال تشينج. طيب فبيقول لك كاتنج ا بيس اوف بيبر از كيميكال تشينج؟ غلط طبعا، ده فيزيكال تشينج. هو البيرنينج، بيرنينج اوف اي حاجه كيميكال تشينج، هو البيرنينج اوف بيبر فيزيكال تشينج، هو بدلهم مكان بعض، الكلام ده خالص يا شباب. طيب ما نشوف بقى الكيميكال تشينج، الكيميكال تشينج هو تشينج في المطر صح كده؟ ماشي، تشينج في ايه بقى؟ في الشيب وفي الاستراكشر. برودوسينج نيو سبستنت، برودوسينج نيو مطر، ده في حاجه جديده لازم تتعمل، لو ما فيش حاجه جديده اتعملت يبقى ده مش كيميكال تشينج يا شباب. In the previous activity you have learned that there are some changes that happen in matter which are called physically change. هو change في shape only. طيب في حاجات اخرى اهو، a change اخر اهو، and there are some other changes which are not physical، اللي قلت لكم هنقول عليها chemical حالا، تمام كده، هي not physical تمام. Changes in this activity we will know that the not physical change اسمها ايه؟ chemical change. يبقى انا كان عندي حق لما فوق كده شطبت لك كلمه not physical دي وكتبت chemical، تمام اوكي. يبقى اللي مش physical هو chemical على طول. طب يعني ايه chemical change؟ هتقول لي هو اللي change في الشيب وفي الاستراكشر، ولازم تقول لي ده produce new substance صح كده. It is the change in matter with the change in structure producing ايه؟ producing new matter، لازم حاجة جديدة تطلع. There are evidence، في دلائل كده هوريها لك دلوقتي that show chemical change occur. Example when burning a piece of paper، تعال نولع piece of paper، مش شايف الفاير اللي موجودة، مش حاسس بالهيت اللي موجودة، مش شايف البلاك اش اللي اتعمل، كل دي دلائل هي بتقولك ان في chemical change حصل اهو. when you burn a piece of paper you can feel heat، هتحس بالهيت، و can see light، وهتشوف اللايت، اند اوبزرف اش، كل ده مش شايف ان هو كيميكال تشينج، تمام، ده هيت اهو بيحصل ولايت بيطلع، ده في حاجات عماله تحصل اهو، وفي اش طلع وما بقاش في بيبر، صح؟ طيب when you strike match عشان تولع الكبريت كده، طب ما انت هتشوف اللايت بتاع الكبريت ده، هتشوف الهيت، هتشوف الحته الريد اللي هي البارود دي اتحولت لبلاك سابستنس، صح كده؟ تمام اهو. When you strike match، لما تيجي تخبط كبريت كده عشان تعمل له فاير، you can feel the heat، هتحس بالهيت، and see light of a burning match، وهتشوف الحته اللي كانت الريد اللي هي البارود دي او اي لون تاني يعني، بس هي غالبا بتبقى ريد، هتلاقيها اتحولت لبلاك سابستنس صح كده. ايه تاني؟ الاكتيفيتي اللي احنا عملناها دي يا شباب، لما جبنا الفينجر الخل وحطينا عليه بيكنج باودر او بيكنج سودا، وقلت اللي اسمه صوديوم بايكربونات، هيطلع لك كربون دايكسايد جاز، هتلاقي في جاز بابلز طالع. طب ما في حاجه هي بتحصل اوكي، حطيت شويه فينجر على شويه بيكنج سودا، لقيت فيه فوران كده بيحصل، في جاز بابلز طلع، وحطيت بالون هنا كده على بس يعني يفضل يكون بوتل ازازه، يعني مش هينفع في كوبايه تحط ايه، تحط البالون بتاعتك دي، لو هي في بوتل وليها ماوس كده حط ما بالون كده، هتلاقي البالون اتنفخت بالايه، بالبابلز دي، بالجاز اللي طالع اللي هو كربون دايكسايد. طيب when baking a cake، لما ما تيجي تعمل الكيك وتجيب لي كده in the oven في الفرن، وتجيب لي شويه فلاور على شويه ييست فانجس على، تعال بقى شوف الكيكه اللي طلعت دي طعمها مختلف تماما عن الحاجات اللي هي حطيتها، ملهاش اي علاقه، اصل حصل كيميكال تشينج وكيميكال رياكشن في الانجريدينت اللي ماما حطيتها دي، وطلعت لك حاجه ثانيه خالص، نيو برودكت اسمه كيك، تمام اوكي. ايه اللي حصل؟ ذا تيست اوف كيك از ديفرنت فروم ذا تيست اوف انجريدينت، دي حاطه ميه وسكر ودقيق ويست فانجس اللي هي الخميره وبيكنج باودر، فين بقى طعم الحاجات دي؟ مفيش، لا في طعم الكيكه بس اوكي تمام. يبقى اي تشينج في حياتنا يا شباب، يا فيزيكال تشينج يا كيميكال تشينج، اي تشينج في المطر اي تشينج في المطر، يا فيزيكال تشينج يا كيميكال تشينج، وخلاص احنا قادرين نعرف
يعني ايه فيزيكال تشينج ويعني ايه كيميكال تشينج. واي حاجه انا ما قلتهاش عايز تعرف هي فيزيكال تشينج ولا كيميكال تشينج، اسال نفسك هل في تشينج في المطر ولا ده مجرد تشينج في الشيب اونلي. لو تشينج في الشيب اونلي يبقى ده فيزيكال تشينج. لو تشينج في الاستراكشر وفي الشيب اوف مطر وطلعت نيو سبستنس ده على طول كيميكال تشينج، صح كده؟ فبيقول لك خلي بالك كده نوت، فيزيكال تشينج ديفر فروم كيميكال تشينج، مختلفين جدا طبعا. هوير ان فيزيكال تشينج ذير ار نو تشينج هابن ان ذا كيميكال بروبرتي اوف سبستنس. انا ما قربتش من كيميكال بروبرتي اوف حاجه. كان مثلا البيبر لونها وايت وانا قطعتها فضل لونها وايت، كان ينفع يتكتب عليها؟ ينفع يتكتب عليها، اوكي. انا ما غيرتش في كيميكال بروبرتي في حاجه، تمام، اوف سبستنس. فور اكزامبل اهو ووتر بيفور اند افتر فريزنج ستيل ووتر. هي كانت ووتر ليكويد حطيتها في الفريزر عملت لها ايه؟ فريزنج. طيب هي مش ووتر لما بقت ايس؟ ووتر. طب خدها من الفريزر اعمل لها ميلتنج تاني هترجع لك ووتر، اشربها زي الفل مفيش مشكله، تمام. يبقى انا كده ده مجرد فيزيكال تشينج بس مش اكتر، انا ما عملتش حاجه في الووتر، فضلت ووتر برضه، صح كده؟ طب تشيك اور اندرستاندينج يا شباب، بوت ترو اور فولس. فاير وورك اه الالعاب الناريه اللي بتتضرب في الفيستيفالز دي في الاحتفالات، ماشي. فاير وورك اكسبلودينج ان ذا اير از كيميكال تشينج، اه حاجه انا ما خدتهاش معاك قبل كده اهو، اسال نفسك ده انا كان عندي حاجه كده موجوده في مسدس الفاير وورك دي اتضربت طلعت لي لايت وطلعت لي هيت وفي رياكشن حصل، اه لا طبعا دي كيميكال تشينج، صح. يبقى فاير اكسبلود ان ذا اير از كيميكال تشينج، طبعا كيميكال تشينج، صح كده. طب انا وانتوا ما كناش عارفين الاجابه، فكرنا وشفنا تمشي معاها فيزيكال ولا كيميكال، لقيناها ماشيه كيميكال تشينج، صح كده. طيب ان ذا كيميكال تشينج ذا كيميكال بروبرتيز اوف ماتر تشينجت، طبعا تشينجت، ما انت عملت نيو ماتر، ها كان عندك ورقه بيضه بقى عندك حاجه سودة، طب ما انت غيرت البروبرتي اهو، صح كده، غيرت الكيميكال بروبرتي، مش اسمها كيميكال تشينج، يبقى غيرت الكيميكال بروبرتي اوف ماتر، يبقى الكلام ده ترو. اظن يا شباب الدرس سهل، شويه تركيز مننا، شويه يعني بذل مجهود مننا هنقدر نعرف الحاجه دي سواء قلناها ولا ما قلناهاش في الدرس، هي فيزيكال تشينج ولا كيميكال تشينج. ذاكروا الدرس كويس يا شباب، نتقابل المره الجايه ونحل اسئله عليه. الى ان نتقابل على خير، السلام عليكم.